منذ توليه مهام رئاسة الجمهورية التونسية أولى الباجي قايد السبسي السياسة الخارجية أهمية بالغة لإعادة تونس في مدارها الإقليمي الطبيعي وتعزيز موقعها على الساحة الدولية. ومنذ بداية سنة 2017 تواصل النشاط الدبلوماسي لرئيس الجمهورية بنسق حثيث لمزيد تعزيز موقع تونس على المستويين الإقليمي والدولي والمساهمة في المجهود الوطني لتحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود لبلادنا بعد نجاح انتقالها الديمقراطي. وقد تركزت التحركات الرئاسية على تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية، وذلك بالعمل على الاستفادة المثلى من شبكة الصداقات ورصيد الاحترام الذي تحظى به تونس لحشد الدعم لها وخدمة اقتصاد البلاد وإيجاد أسواق جديدة للمنتوج التونسي واستقطاب وجلب رجال المال والأعمال والمؤسسات الأجنبية للاستثمار في تونس، وكذلك الترويج للوجهة السياحية التونسية. شفتوا شنية المكانة بتاع تونس وكيفاش يعني اللي مثلوا تونس في المقدمة، وشفت المقابلات اللي وقعت مع أهم رجال العالم عندهم نظرة لتونس اللي ماذا بينا تونس يكونوا واعين بها ومطلعين عليها، اللي يعتبروا أن كل التقدم اللي توقع تشوف فيه أفريقيا يعني تونس هي في المقدمة، وثم اتجاه تونس نحو الديمقراطية اللي هذه مش مسألة بسيطة، يعني بعض أمم وبعض دول يحطوا قرون شو صولها، نحن تو عندنا 3 سنين يعني الاتجاه هذا. وعلى كل حال ما ارتكبناش أخطاء كبرى، وبرغم الانتقادات والتشكيك وكذا من أبناء تونس في الحقيقة يعني، لكن بالرغم من هذا الناس كلها فرحانين بتونس. كما استقبل الباجي قايد السبسي سنة 2017 أكثر من 90 مسؤولاً رفيع المستوى من رؤساء دول وحكومات وكبار مسؤولين بدول شقيقة وصديقة وممثلي منظمات دولية وإقليمية ومنظمات غير حكومية ورجال أعمال دارت جلها حول سبل دفع الجهود الوطنية لاستكمال المسار الانتقال الديمقراطي وتركيز المؤسسات الدستورية ومواجهة التحديات الاقتصادية. ومن أبرز الخطوات التي تحققت في مجال الدبلوماسية الاقتصادية رفع الحذر عن الوجهة السياحية التونسية من قبل عدة دول أوروبية، وتحويل جزء من الديون التونسية إلى مشاريع استثمارية وتنموية خصوصاً في الجهات الداخلية. وقد حرص رئيس الجمهورية على جعل هذه المسألة من أولوياته في محادثاته مع مختلف المسؤولين الأجانب، إضافة إلى الترويج لتونس كوجهة للدراسة والتكوين المهني خصوصاً بالنسبة للبلدان الإفريقية، ودعم تواجد تونس في بعض التكتلات الاقتصادية مثل ذلك حصولها في جوان 2017 على صفة ملاحظ ضمن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيداو. وحرص رئيس الجمهورية على النأي بتونس عن سياسة المحاور وعدم الانحياز والتزام الحياد الإيجابي في كل القضايا التي تهم المنطقة، وجعل بلادنا صوتاً للتعقل والحكمة وطرفاً يمكن الاستئناس بآرائه في معالجة عديد الملفات. ومثل الملف الليبي أحد أهم مجالات تحرك الدبلوماسية التونسية،